شفنا عرضية أو اتنين من أحمد عيد في خلال الشوط الأول. يا سلام على البينية لعلاء علي، لعرف السيد لعلاء علي، دخل جوه 18 علاء وجول. جول، هدف جميل لنادي طلاع الجيش. جملة تكتيكية رائعة، رباعية لو اتعادت نشوف حلاوة الهدف، نشوف جماله، نشوف عرف السيد عمل ايه، نشوف احمد عيد عبد الملك عمل ايه. بصوا الكورة من لمسة واحدة، وان تاتش ما بين علاء علي واحمد عيد عبد الملك وعرف السيد اللي عمل الاسيست هايل. يا ولد هو ده الكعب الايجابي، عكس الكعب اللي شفناه من الانتاج الحربي. علاء علي بيعملها تشيب من فوق، امير عبد الحميد في البعيدة قدروا يخترقوا الدفاع، قدروا يدخلوا جوه ال 18، قدروا يخطفوا الهدف الاول في نهاية الشوط الاول. 1-0 لنادي طلائع الجيش عن طريق علاء علي اللي بيزود عدد اهدافه لهدفين، يتساوى مع احمد عيد عبد الملك كاثنين هدافين لنادي طلائع الجيش.